صباح يوم جميل، بناخذ جولة الآن على المدينة، لكن كل شيء متجمد. الله المستعان. الطريق من الفندق إلى وسط المدينة ياخذ تقريبا 5 إلى 7 دقائق مشي. ما سيارات ممنوع دخولها هنا، لكن الطرق نظيفة مرتبة. السوق هناك توها ما تم فتح لحد الحين، احنا والله نهاجمهم الصبح بدري. هنا مواقف السيارات، يكون هنا خاصة اللي بيحجز الفنادق بالجهة ذي وسط السوق، والله أفضل من المكان اللي احنا ساكنين به صراحة. هناك فيها تسلق شوية، لكن هنا أرض مبسطة وفنادقهم حلوة، يعني ما هي مشكلة في مواقف السيارات. السيارة ما تصل الفندق مستحيل. استراحات من مرات الطريق، وحنا نحاول نصل إلى العالم هناك، المنطقة الرئيسية حقتهم. البناء وتخطيط المدينة هنا على النظام البريطاني السابق، هنا كل شيء مرتب، واجهات المحلات والبيوت نظام بريطاني، صراحة حلوة جميلة. بس هالمرتفعات معاناة شوية. هذا أحد الأسواق المركزية، لكن ما فتح لحد الآن، الساعة 10 ما جت. هذه أعلى نقطة هنا، نشاهد جزء من شملة المواجهة للجبال الهيمالايا هناك تبدأ. مشاهد المقاهي هنا مرتبة نظيفة، سبق ان ذكرنا على الطراز البريطاني، البناء والقبب، حتى النظام الطرق عندهم هنا بريطاني، واعتقد حتى النظام الاحوال الشخصية وصارت تعتمد على البريطاني بعد. اتجه الى موقع اخر اشتهرت بهذه المدينة، سكن دل بوينت، وهي نقطة الفضيحة. خلنا اذا جينا نعلمهم قصة الفضيحة هذه. سكندل بوينت هذه نقطة تشتهر بها هذه المدينة، يعني نقطة الفضيحة اسمها. قصتها كان ايام الاستعمار البريطاني، كان واحد بريطاني شربوت الظاهر يتواعد مع واحدة من هنا من هالبنجاب، وكفشوه أهل القرية عند هالمكان هذا وسموه له. الآن يقيمون لهم في المساء احتفالات، كل بعد المغرب يحيون ذكراهم هنا، الظاهر أنهم جلدوهم عاد.
يا الأنفاق تحت الجبال هنا ونوي ننتظر يخلصون هذيكم عشان نتعدى تولع الإشارة. لازلنا نواصل الصعود ذهابا إلى منطقة اسمها كوفري. كوفري هذه مشهد من عندها جميل جدا، أصرينا إلا نروح لها اليوم مدام الجو مشمس. سبحان الله، مشمس سماء ومثلج أرضا، والسائق يمشي شوي شوي يقول الأسفلت صار عليه الثلج، والله أحيانا يزحلق بنا شوي، لكن المنظر جميل جدا مع الشمس ودفوها اليوم. شوف الأشجار كيف، الله. بنحدثكم بالسناب الجاي عن استئجار السيارة بجولة داخل المدينة. والله نقولها الحين مرة واحدة، أخذناه ب1200 روبية، راح تكسروها كم؟ الريال 20، 1000 لهم و200 حقة البنزين الديزل. بلين هالباص يزحلق علينا يطيح تحت، الأرض صارت بيضة حتى الآن. His dress. Yeah. Shoes and dress. Shoes and dress. سكة سكة. سدها جو. اوكي سيسرس. طيب يلا. السواق هنا حتى كلام ما يبغاني يكلم، يقول الطريق فعلا الثلج على الطريق صراحه مشكله. حنا كل شويه تحنا ثلج من هالاشجار بوم اللي يطلع فوق السياره. اكشن حلو. تصور من هالاشجار هاي يجيك محبيته فوق السياره. نزلنا في الطريق الى كوفري، كل شوي تثلج زياده ما شاء الله. شوف البيوت كيف، ترى من شوي قلنا لكم جوله اليوم السياره ب 1200 روبيه، حسبتها بالسعودي طلعت 63 ريال. 63 ريال حوالي 4 ساعات راح نمغطها ان شاء الله هنا نشوف المناظر. يقول لك البرد، نظر هذا برد. رحلة الخيل اللي بيطلع على الجبل فوق على 500 روبية الشخص الواحد. يقول الخيل ينزل مع الطريق هذا. والله مريت بتجربة بكشمير، اللي بيشوف رحلة كشمير يكتب رحلة كشمير يناير 2016 ويشوف تفاصيلها على النت. والله رحلة الخيل متعبة بالثلج والجليد هذا يزحلق ما يزبط شي معنا. ملابس الثلج، اللي بيجزم واللي بيزي كذا ياخذ ملابس. والله ما عاد نقدر نمشي الصدق يا ولد.
الجو بارد هذا يضرب معه لك عليه شوي، لكن إن شاء الله ينقل صورة جميلة عن المكان. وجود الآيك هنا للتصوير، فعاليات الموقع هنا. في المنطقة كوفيهات وماكل الإطلالة، عاد عليها ثلوج ترى الإطلالة، لكن تشمس خلنا نقول يلا، بس والله توقع على رجليك. لا ما شاء الله، الله يغرزنا مش وين هي. قام يبحث محله، يوم جو دفوه وتعديناها شو. والله كل شوية احيانا بهالثلج اللي فوق على السيارة تحس انها قنبلة طاحت على السيارة. طريق النزول على قد هو ممتع لكنك تذل منه، تزحلق، لكن القيادة آمنة، سواقنا أجودي يلقط حريفات إنجليزي، ولو بالإشارة ولو بهذا من مسنعينه معه إن شاء الله الأمور طيبة. الصورة قبل شوية يطلع البيوت مع السلم هذا، ما في سيارات تطلع فوق، هذه مشكلة شملة هنا منطقة جبلية حيل. عودة إلى المطل اللي بيسميها البندق المطل، سيارة تطلع الجبل برا طلعت الروح، الحين نسخن مرة ثانية على رجلين. هذا الفندق جوار الفندق اللي احنا به، هنا تقف السيارات بس تقييمات وجوه والله ما أدري يعني، ممكن تدخلوا على النت وتشوفونه عاد، مارينا هوتيل. لكن هذاك مطل، هذاك جالس. يس يس اي نو ثانك يو.